صحيفة بلوس، أخبار بلا حدود، آراء بلا قيود. احنا اليوم تواجدنا للمحكمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، غناخذوا حقنا إن شاء الله بفضلكم انتوما الصحافة، مشكورين انتوما الأولين أولا اللي واجهتوا هاد القضية ديال هاد البنية، والناس مسؤولين عرفوا هاد الشيء وما عجبهمش هاد الشيء وهاد الحكم اللي داز. إن شاء الله دابا هاد الحكم إن شاء الله البنية غتاخذ حقها إن شاء الله هادي، وكنشكروكم وكنشكروا المغاربة كاملين داخل المغرب وخارج المغرب وجمعيات ومنظمين ومحققين كلهم مشكورين اللي ما قلت السميه ديالهم يسمحوا ليا، كاملين عزازين علينا. 13/4 ان شاء الله شهيده كرا وحده معاهم الشركه معاهم ما جات. كيفاش كتواجه هذيكم مع المتهمين اليوم؟ مزيانه، فرحت من شفت المغاربه اخوتي وقفوا معايا وتناضموا معايا اليوم، الحمد لله نفرح فرحه وبكيه. إن بان ليا الضوء، بان ليا الضوء في حق بنتي إن شاء الله تاخذ حقها هي وولدها. مشكورين هذا المنبر كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، قال لي كيعرف محمد، ومشكورين كاملين جمعيين صحافيين دراكيين محققين وكل شيء، مشكور من هذا المنبر كلهم وقفوا معنا قضائيين، كل شيء إن شاء الله يكون الخير إن شاء الله الرحمن الرحيم. الشديد في القضية هو أنه الملف اليوم تعرض على أنظار محكمة الجنايات استئناف ديال الضحية القاصر اللي كلكم والرأي العام الوطني تبعها، واللي هي كتتعلق بالقضية ديال الاغتصاب الجماعي لطفلة في نواحي مدينة الرباط بمدينة تيفلت. نادى السيد رئيس غرفة الجنايات على المتهمين، نادى كذلك على الضحية والأب ديالها وحضرت، وتنصبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على الضحية بمعية العديد من الزملاء والزميلات من مختلف المدن المغربية. بطبيعة الحال الدفاع المتهمين طلب مهلة لإعداد الدفاع، الملف تأخر قصد إعداد الدفاع المطالبين بالحق المدني واستدعاء الشاهدة اللي كانت حاضرة للوقائع والجرائم ديال الاعتداءات الجنسية، وتأخر الملف إلى جلسة يومه 13/4. أي الشعب بل مسد صدى هذا الحكم حتى إلى خارج المغرب في الوقت اللي وزارة العدل كتعرف واحد الدينامية ديال مراجعة التشريعات المغربية وضمنها القانون الجنائي اللي كانوا متابعين به الجنات وقانون إصدار الجنائية، وكذلك أصدرت مسودة لقانون يعني العقوبات البديلة. هذا الحكم نعتبره بأنه يشجع على الإفلاس من العقاب جرائم العنف ضد النساء والفتيات وخاصة الاعتداءات الجنسية، لأن أحد الفصول المتابع بها المتهمين اللي كانت متابعة بتغرير بقصر عن طريق تدليس وكذلك هتك عرض نتج عنه افتضاد البكرة ونتج عنه حمل، يعني العقوبة في فصل 488 تصل إلى 30 سنة سجنا. فكيف يعقل أن يعني يخفف الحكم إلى مستوى سنتين اللي هي عقوبة حبسية وليس عقوبة سجنية كما يحدد ذلك أحد فصول المتابعة؟ لأننا اليوم كاتحاد عمل نسائي لبينا دعوة ربيع الكرامة للحضور لهذه الوقفة من أجل التنديد بالحكم الصادر في قضية في اغتصاب طفلة تيفلت. هذا الحكم الذي يعني تمكن المغتصبين والبيدوفيليين من ظروف تخفيف ومكنه من الإفلات من العقاب ضدا على القانون وضدا على كل المكتسبات في المغرب. هذا الحكم الذي اعتبر الظروف الاجتماعية للجنات واعتبر أن الفعل أو الجريمة الشنعة التي ارتكبوها ليست بالخطورة التي تستدعي تطبيق مقتضيات أو تطبيق العقوبة المقررة في فصول المتابعة. أكيد أن هذا الحكم من شأنه أن يعني يعطي مجموعة من الرسائل. أولا أن كل ما يعتمد داخل المغرب إذا لم يتم تعزيزه بقوانين وطنية مساواتية يعني يتم تنقيتها من كل مظاهر تمييز، أكيد أن عملنا ما زال طويلا، وأن كل ما يمكن أن نبنيه من خطط واستراتيجيات وأعمال لا يمكن أن ترقى إلى المطلوب وترقى إلى حماية النساء والفتيات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا كل جديد.
للمزيد زورونا على موقعنا الرسمي www.صحيفة بلوس.ar. صحيفة بلوس، أخبار بلا حدود، آراء بلا قيود.